توضيحات جدا مهمة تكون متضمنة في الأطروحة على كل حال. لكن كثير من التساؤلات واللي كانت عندك رغبة أنك تديرها وديرها، عندك إمكانية الآن باش تدير مقالات يعني تزيد توسع في الأطروحة تاعك من خلال المقالات على كل حال مع المشاريع تاعك. نعم تستغل الفرصة الوقت ما فاتش على كل حال، لكن تقوم بالتصحيحات الضرورية في المذكرة. الأستاذ ربعي ذكر عنك. نعم شكرا أستاذ.